السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة التي سنفرضها للحديث عن التظاهرات والاحتجاجات التي تعم العديد من المحافظات العراقية التي خرج أهلها استجابة لدعوات أطلقت للوقوف ضد الفساد الحكومي والأحزاب الحاكمة والحال المتردي الذي وصل إليه العراق. مشاهدينا للحديث أكثر عن الاحتجاجات ومعرفة آخر المستجدات، يسعدني أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي المحلل والكاتب السياسي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، قال مركز صنع السياسات للدراسة الدولية والاستراتيجية إن الاحتجاجات في العراق هذا العام تختلف في كونها تمثل انفجارا شعبيا عارما يهدد النظام السياسي، وأكد أيضا أن السبب المباشر وراء الاحتجاجات يعود لنفوذ الأحزاب التي تستخدم ثروة البلد في صراعاتها على السلطة. الاحتجاجات في العراق انفجار شعبي عارم يهدد النظام السياسي في البلاد، هكذا وصف مركز صنع السياسات للدراسة الدولية والاستراتيجية في تقرير له التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات العراق والتي سلطت الضوء على أسبابها وتداعياتها، فضلاً عن خارطة نفوذ الأحزاب والقوى السياسية في البلاد. وأشار المركز إلى أن الاحتجاجات هذا العام تختلف عن كونها تمثل انفجاراً شعبياً عارماً يهدد النظام السياسي الذي يزداد هشاشة، حيث زادت نسبة البطالة في العراق لتتجاوز 35% من السكان. كما أن التظاهرات تأتي وسط تأزم الأوضاع السياسية بعد الفساد الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتي لم تظهر نتائجها النهائية حتى الساعة، رغم مقاطعة أكثر من 80% من الناخبين. ففي البصرة التي شهدت الشرارة الأولى لانطلاق التظاهرات، فإن نفوذ الأحزاب فيها والتي تنظر إلى موارد المحافظة كمصادر أساسية للحصول على الثروة والقوة ضمن إطار صراعها على السلطة في العراق، تسبب بتراجع كبير في توفير الخدمات والأمن ومنع الجريمة والقضاء على الفساد. بدورها قالت صحيفة لاجرو الفرنسية إن التظاهرات التي انطلقت جنوبي العراق تنديداً بالفساد وتفشي البطالة وتقلص الخدمات العامة لن تهدأ على الرغم من التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة حيدر العبادي لإرضاء المتظاهرين. وأرجعت الصحيفة ذلك إلى فقدان العراقيين الثقة في الطبقة السياسية الذي انعكس في المقاطعة الواسعة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار الماضي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، يسعدني أيضا أن يكون معنا في الجزء الأول من هذه التغطية الأستاذ سعد الدغمان الكاتب الصحفي من البصرة. أبدأ معك أستاذ سعد من البصرة، يعني تظاهرات حشدة في معظم المحافظات العراقية، ما هي دلالات هذا المشهد برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الكريمة والمشاهد الكريم ولضيفك العزيز. حياكم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. هذه الفاضل، التظاهرات كما ذكرتم في التقرير انفجار شعبي هائل، لقد طفح الكيل بالشعب بكل فئاته. اليوم الناس من هول ما تعاني خرجت إلى الشارع، لا حيلة لها ولا سبيل ولا حل بيد المواطن سوى الخروج للشارع للاعتراض، رفع صوته اعتراضا على ما يعاني. المشكله اخي العزيز، البصره مثلا، البصره سله العراق وميزان ثرواته وواردات العراق بشكل عام تاتي من البصره، هي الخزينه العامه بشكل عام تعتمد على البصره. هذه البصره تعيش في قرون ما قبل التاريخ، ليس لها بعلاقه بمسمى مدينه من اي من قريب او من بعيد، هي ليست مدينه. لماذا استاذ حسن؟ لماذا استاذ سعد؟ نعم، لماذا يتم اهمال البصره الى هذا الحد؟ سيدي العزيز، هو الاهمال مستمر من منذ عهود، يعني حين قامت ايران او دفعت باتجاه الحرب على العراق اهملت البصره بسبب الحروب التي كانت، ثم جاءت هذه الحقبه تبحث عن منافعها لغرض أن تعوض إيران وسط هذا الحصار الذي تفرضه الدول والدول الأوروبية وأمريكا على إيران لغرض تعويض إيران. تهمل البصرة وتسحب هذه المليارات واردات البترول وتسلم إلى إيران
وكما نلاحظ إيران تبددها هنا وهناك، ومواطنو البصرة ومواطنو العراق بشكل عام يعانون. ليس هناك من مسؤولية أو حكومة مسؤولة تعتمد على حبها للوطن أو حبها للمواطن أو جاءت لتخدم بين قوسين تخدم المواطن. ليس هناك هذا المفهوم. مفهوم الحكومة عصابة تسلطت على الشعب، لا ليس لها علاقة بأي خدمات أو تقديم خدمات للمواطن أو الاهتمام بالمصلحة العامة بشكل عام. نعم أستاذ سعد. أنتقل بأسؤال إلى الأستاذ حسين السبعوي. أستاذ حسين، يعني هذه التظاهرات تدخل أسبوعها الثاني، برأيك هل من الممكن وصف الاحتجاجات التي تجري في العراق من الممكن وصفها بالثورة أو الانتفاضة، أم في أي إطار يمكننا وضع هذه الاحتجاجات؟ بداية، هذه المظاهرات فيها لاءات ثلاثة. هذه المظاهرات لا داعشية ولا طائفية ولا بعثية كما اتهمتها الحكومة. هذه اللاءات الثلاثة خلنا نخليها على الصف. أهم في هذه المظاهرات بعثت برسائل قوية وواضحة وسريعة سواء للداخل أم للخارج. أهم هذه الرسائل أن جيلا عراقيا ظهر لا يؤمن بالطائفية كما لا يؤمن بالتكفير. هذا واحد. ولا يمكن احتوائه من قبل رجال الدين أو المعممين أصحاب العمائم السوء. هاي اثنين. ثلاثة، أن إيران هي عدو وليست حليف. هذه الرسائل التي أرسلها المتظاهرون. عودة لسؤالك، أن هذه المظاهرات هل هي في تصاعد أم تتوقف؟ حسب حال يعني المتظاهرين وحسب تعامل الدولة مع المتظاهرين. إن استجابت الدولة للمتظاهرين فبالتالي المتظاهرين لهم مطالب، إن تحققت هذه المطالب فبالتالي هم سيعودون. ولكن من الصعب جدا تحقيق مطالب المتظاهرين رغم بساطتها، رغم سهولتها، رغم الإمكانيات المتوفرة في العراق، الموارد البشرية والمالية وكل شيء متوفر في العراق، ولكن من الصعب تحقيق هذه المطالب لأن هناك فسادا مستشريا في العراق. والفساد العراقي ما يميزه عن بقية الفساد أنه فساد قمم. المتظاهرين لم يخرجوا على دائرة الماء والكهرباء، لم يخرجوا على دائرة التقاعد، لم يخرجوا على دوائر إدارية فرعية في الدولة أو في المحافظات، بل خرجوا على سياسات قائمة منذ 2003 إلى الآن. هي سياسات معتمدة مبدأها الأول الفساد كما ذكرنا، والفساد العراقي فساد قمم. هذا الذي يميز عن بقية الفساد في العالم، ليس فسادا فرعيا في دوائر الدولة حتى القمم تستطيع أن تصلح. كما يقال، إذا فسد الملح من يصلحه؟ الحكومة والبرلمان والدولة والوظائف الخاصة والمؤسسات السيادية، هذه ملح الدولة إن صلحت. كيف إذا فسدت؟ من يصلح الملح إذا فسد؟ لا يمكن. ولهذا السبب المؤسسات الفرعية لا تستطيع إصلاح، فاضطر المواطن إلى الخروج. مطالب المواطن رغم سهولته ولكن لا يمكن تحقيقها لأن هناك فسادا. نعم أستاذ حسين. نقطة، لماذا تأخر المواطن العراقي في هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات؟ يعني فترة طويلة حتى بدأ الشعب العراقي، هل فهي هذه الفترة كانت كافية لاستيعاب ما يجري في الأرض العراقية؟ يعني أنا أعتقد العراقيين خرجوا مظاهرات عدة، لم يمر عاما إلا والعراقيين يخرجون مظاهرات سواء في المناطق الغربية، وتعرفون كيف تعاملت الحكومة مع المناطق الغربية بمعنى المكون العربي السني، وكيف تعاملت معها وكيف قتلت المتظاهرين في ساحات الاعتصام مع العلم أنهم سلميين. في مناطق إقليم كردستان خرج المتظاهرين كثيرا، لا يمر عام إلا ويخرج. في مناطق في ساحة التحرير وتدركون أنه تيار المدني قام. فبالتالي العراقيين، لكن لهذه المظاهرات أمر مختلف مثل ما ذكر تقريركم عن مركز الدراسات. هذه المظاهرات الموجودة الآن هي مختلفة عن بقيتها. كيف مختلفة؟ إلى حد ما هذه المظاهرات تشبه مظاهرات الشعب الإيراني الذي خرج على حكومته، من حيث الجغرافيا ومن حيث الأسباب ومن حيث التوجه ومن حيث الثقافة ومن حيث المطالب متشابهة نوعا ما، ومن حيث الزمن أيضا. هناك حكومة فاسدة تعتمد الطائفية، مبدأ الطائفية في إدارة الدولة، وتعتمد الحزبية في إدارة الدولة، فبالتالي المواطن غير مؤدلج. ولا تعني هذه الأدلجات، بل هذه قسمة المجتمع. هذه هي الأسباب. الجغرافيا لماذا؟ لأن هذه الحكومة كانت تعتبر أن هذه المنطقة وهذه الجغرافيا وهذا المكون هو حاضنتها وهو عمق استراتيجي. هذا العمق الاستراتيجي رد إلى الحكومة وقال نحن لسنا عمقكم.
بل نحن نطالبكم بحقوقنا، وإن لم تعطوا الحقوق فسنستمر. وممكن أن تتحول المظاهرات من مطالب اجتماعية إدارية إلى مطالب سياسية، وممكن المطالب السياسية والمظاهرات تتحول إلى اعتصامات، والاعتصامات ممكن تتحول إلى ثورات. هذه حسب المعطيات على الأرض وحسب تعامل الحكومة. نعم، أنتقل إليك أستاذ سعد. يعني دخول بغداد إلى المشهد العام لتظاهرات، وقبل قليل يبدو أن أيضا صلاح الدين دخلت إلى تظاهرات وخروج تظاهرات في صلاح الدين، كيف سينعكس دخول المحافظتين إلى المحافظات السابقة التي خرجت في هذه التظاهرات؟ بكل تأكيد أخي العزيز، بغداد تضيف عمق وتضيف قوة إلى كل أهلنا المتظاهرين، إلى المحافظات الجنوبية يحتاجون إلى دعم. بغداد تمثل رمز لكل العراقيين، وإن دخلت بغداد على الخط بكل مناطقها أكيد ستمثل قوة مضافة لكل الجماهير الثائرة بالجنوب. الجنوب على مر تاريخ العراق كان الجنوب ثائر، وكانت الثورات تبدأ من الجنوب وتتجه إلى باتجاه بغداد، ومن ثم بغداد تدعم وتمثل المركز وتقوى الثورة ببغداد، وتنطلق شرارتها من بغداد اعتمادا على ما يصعد من الجنوب. بغداد رمز للكل، رمز للعرب، رمز للعراقيين جميعا، ولهذا ستكون شاملة هذه التظاهرات، شاملة بدخول بغداد وبقية محافظاتنا سواء صلاح الدين أو حتى الأنبار العزيزة وديالة، وستعم هذه الثورة بإذن الله للخلاص من هؤلاء الفاسدين. هم ليسوا بحكومة وإنما عصابة ارتهنت شأن العراق وأهل العراق إلى إيران. هذا الحال لن يستمر، واستوعب العراقيون بعد هذه الفترة المضنية، هذه الفترة المتعبة، المأساة التي عشناها طيلة 15 سنة، استوعبوا هذه الحالة وعرفوا ماضي هؤلاء وفهموا وأدركوا أن لا مستقبل مع هؤلاء الفاسدين، من رأس الهرم نزولا إلى أصغر شرطي يتبعهم، وهاهم نراهم في التقرير يضربون المتظاهرين وكأنهم أعداء لهم وليس أبناء جلدتهم وأبناء بلدهم. نعم، طريقة التعامل أستاذ سعد، يعني طريقة التعامل مع المتظاهرين بهذه الخشونة، وحتى أيضا بعض وسائل الإعلام العراقية تقول بأن هذه التظاهرات ممولة للخروج ضد الحكومة وضد الأحزاب العراقية، في أي إطار يمكن وضع هذه الاتهامات للاحتجاجات العراقية؟ هل هي فعلا ممولة أم أن المواطن العراقي سائم مما يجري في العراق؟ بكل تأكيد أخي، هو المواطن سائم من كل مفاصل الحياة بالعراق، ليس هناك من حياة يعيش هذا المواطن. العراقيون يعيشون في أزمان غابرة قبل الثورة الصناعية، دخلوا العراق فعلا إلى ما قبل الثورة الصناعية بتصرفاتهم وفسادهم وسلوكهم الشائن، سلوكهم المرتهن. المستفيد الوحيد من هذه السنين التي مرت، سنين الاحتلال وما بعدها، المستفيد الوحيد هو إيران ومن في إيران. المواطن العراقي لم يحصل على ما كان يصبو عليه من تغيير أو تغيير الأنظمة أو الحكم. نفس الأساليب التي كانوا يدينونها في النظام السابق ربما أفظع منها مارسوها ضد هذا المواطن، لذلك المواطن يعني فاض به، وصلت إلى حدها كما يقال، ولا بد أن يخرج إلى الشارع ويغير هذا النظام برمته. هذه الوجوه لا بد أن تتغير، سواء رفعوا مطالب أو طلبوا خدمات هذه لا تنفع. الحل الوحيد أن تقوض هذه العملية السياسية وتنتهي هذه الوجوه وتعود من حيث ما جاءت، إذا ما سبحان الله يمكن الله ونحاسبهم على ما اقترفوه بحق هذا الشعب. نعم أستاذ سعد، أنتقل إلى أستاذ حسين. يعني وفق ما يتورد الآن من أنباء البصرة بدأت فيها تظاهرات منذ قليل، بدأت الاحتشادات بشكل كبير جدا. هناك أحد الأخبار لم يتأكد منها حتى الآن تقول بأن قوات ميليشيا حزب الله تستعد لمواجهة المتظاهرين أمام مقر محافظة البصرة وما إلى هنالك. الميليشيات تأخذ دور العداء مع المتظاهرين كما ذكر الأستاذ سعد في معرض مقاله. لماذا اليوم الميليشيات هي تأخذ الباب الأول لمواجهة المواطن العراقي، بينما كانت من قبل تقول بأنها تستعد للدفاع عن المواطن العراقي حتى الموت؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير أنه الميليشيات وبقية القوى المؤدلجة الطائفية
الآن هي أمام امتحان. نعم. ما أنت من حقك أن تدعي كل شيء، ولكن لحظة الامتحان عليك أن تثبت صحة ادعائك. هي الآن في امتحان، هذا واحد. ثانيا أنه هذه القوات المؤدلجة الطائفية هي جزء من هذه المنظومة الحزبية التي خرج الناس عليها، ولكن إلى متى تبقى هذه؟ لأنه مهما يكون الذي خرج فأكيد لديه شقيقه وابن عمه وابن خاله في الصف الآخر، لأن هذا العراق بطبيعته طبيعة عشائرية، وهم جميعهم من منطقة جغرافية واحدة تقريبا معلومة، فلا يمكن أن يستمر هذا الأمر، لا يمكن أن يستمر هذا الحال. العراق لا يمكن أن يدار بميليشيات، ولا يمكن أن يدار بطائفية، ولا يمكن أنه الطائفية تعالج التكفير ولا التكفير يعالج الطائفية، بل لابد من اعتماد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة وبناء قوات أمنية مهنية تتعامل مع العراقيين جميعا على حد سواء، وتدخل دورات في كيفية التعامل مع حقوق الإنسان ومع المتظاهرين. هذا مغيب، لأنه لا يريدون بناء قوات أمنية مهنية تستطيع أن تدافع عن العراق والعراقيين وتحمي حدود العراق، بدل ما أصبحت الدخول والخروج للعراق بلا فيزا وبلا ختم وبلا جوازات. هذه غير مهيئة لحماية حدود العراق، ولهذا السبب هي جاهزة لمواجهة من يعترض على أسيادها. مشاهدينا، منظمة العفو الدولية كشفت عن تقارير أكدت قيام القوات الحكومية باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأيضا في سبيل تفريق التظاهرات قتلت متظاهرين سلميين. يعني الأعداد تتحدث تقريبا عن حوالي 13 متظاهر قتلوا حتى الآن، هذا ما عرف رسميا، بينما الأعداد قد تكون أكبر من هذا العدد. المنظمة أضافت أن الحكومة عمدت إلى قطع الإنترنت في العراق لمنع انتشار اللقطات المصورة التي تظهر قمع السلطات للتظاهرات السلمية. أيضا التقرير أشار إلى أنها تخشى من أن هذا التعميم المتعمد سيعطي تفويض مطلق للقوات الحكومية لمنع المتظاهرين السلميين، واعتماد مبدأ التفريق بالعنف بشكل كبير جدا ضد المتظاهرين ودون علم أي أحد من باب تفريق المتظاهرين أو تظاهرات وتعتيمها عن طريق الانترنت. هذا ما تحدث به تقرير منظمة العفو الدولية. مشاهدين، أحد المتظاهرين أيضا من محافظة البصرة تحدث في مقطع فيديو بسيط عن كيفية قتل القوات الحكومية لأحد أصدقائه بعد أن قامت باستهدافه أثناء الاحتجاجات. نتابع هذا مقتطف لأحد المتظاهرين. هنا متظاهر يشتغل عماله، يوم السبت الفات قبل أسبوع دبوه بالمستشفى، طلقتين براسه لحد الان لحد اجى وصل له صديقي، وما عنده وعده بس اخ واحد وياه بالمستشفى، لقمه ما عندهم ياكلون، دواء ما عنده، دواء ما عندهم يشترون، دبوه ضربوه هنا على الرصيف طلقه، ما حد قلبه وما حد اجى عليه. ليش؟ ما هو يطلب حقه، يعني ما طالب شيء، طلب بس حقه، يعني يشتغل عماله من الصبح لليل حتى ما هو مكتوب. واحكم والله حرام عليكم، ولك ما يدري عبادي، ولك ما هو وحشك، الله يستقل عليكم جل القنوات العراقية وينها الشرقية العراقية، ما حد عشو قلبه، ما حد قال هلا بمستشفى التعليمي خنزورة خشوفة، ليش هيجي؟ والله حرام، والله ظلم. ولكم عمي يا ناس يا عالم، طلع يطالب بحقه، قاعد لا شغل ولا عمل، ما عنده فلوس شو يسوي؟ والله العظيم هو وحيد، امه عنده اخوه اكبر من عنده، ما عنده، والله ما عندهم، وقاعدين هناك بالولايه بالطرف من الاطراف. مشاهدينا، نبقى في البصره، ينضم الينا عبر الهاتف الاعلامي منتظر القرقوشي، الاعلامي والمحلل السياسي من البصره، من التظاهرات التي الآن في محافظة أو في البصرة. أهلا بكم منتظر إلى هذه التغطية. نعم، مساء الخير عليك جميل، مساء الخير على جميع المشاهدين الكرام. مساء النور منتظر، هل تطلعنا على آخر المستجدات عندك وآخر أخبار التظاهرات عندكم؟ نعم، يعني الآن أتواجد من بين المتظاهرين، أتكلم معك أمام مبنى محافظة البصرة. هذه الجمعة خرج المتظاهرين رغم الوعود الحكومية ورغم الاحتقالات ورغم القمع للتظاهرات، لكن اليوم هناك أعداد كبيرة خرجت للتظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية.
الغرض في هذه الجمعه انه تم احاطه مبنى الحكومه المحليه بالصبات الكونكريتيه خوفا من اقتحامها من قبل المتظاهرين والاسلاك الشائكه، لذلك تم السيطره على الموقف واعمال الشغل من خلال احاطه المبنى بالصبات الكونكريتيه تماما. الجماهير لا زالت تتوافد الى الان وبكثره، اللافتات المرفوعه تطالب اولا باطلاق سراح المتظاهرين المحتقلين واستنكار لاعمال القمع التي لاحقت المتظاهرين، وهناك متظاهرين على اثارهم واثار تعذيب جراء الاعتقال الذين تم اطلاق سراحهم. ايضا من ضمن المطالب التي رفعت هو انهاء هيمنه الاحزاب على الوظائف وعلى الدوائر الحكوميه، وان تكون الحلول اكثر جديه، هناك عدم مصداقيه بالحلول التي تم طرحها من قبل الحكومه فيما يخص التي طرحها السيد رئيس الوزراء على 10,000 درجه وظيفيه وحل مشكله ملوحه المياه، هناك عدم ثقه لدى المواطن البصري بينه وبين الحكومه المركزيه. بعض التنسيقيات هنا في البصره اعطت مهله للحكومه المحليه لمده 10 ايام، ولكن باقي التنسيقيات لا توجد تنسيقيه محدده في البصره هنا، لذلك باقي التنسيقيات مستمره بالتظاهر وبالتصعيد لحين تنفيذ جميع المطالب. منتظر نعم. كم هي تقريبا اعداد المشاركين في هذه التظاهرات؟ نعم، يعني الاعداد تجاوزت 1,000 تقريبا. نعم، حتى الآن هناك أخبار تواردت بأن محافظة البصرة أحيطت بعناصر من ميليشيا حزب الله لحماية مقر المحافظة، ما هي الأخبار لديك عن هذه الأخبار التي تتوارد؟ نعم، مثل ما ذكرت يعني في بداية حديثي بأن هناك مبنى الحكومة المحلية تم إحاطة، حتى الباب الأمام تم إحاطة بشكل كامل بالصبات الكونكريتية، يعني تجنبا لعمليات تدافع ومحاولات الاقتحام كما حصل يوم الأحد. نعم، أشير مشاهدينا الكرام، منتظر أرجو البقاء معي. هناك خبر عاجل ورد الآن، يبدو أنه ظهر على شاشة الرافدين. يقول الخبر بأن هناك متظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية للوصول إلى المنطقة الخضراء. أستاذ حسين، يعني هذا الخبر الذي ورد الآن عن محاولة المتظاهرين الوصول إلى المنطقة الخضراء، ما الذي يريده المتظاهرون من الوصول إلى المنطقة الخضراء؟ بالنسبة لبغداد، كل مظاهرات في أي دولة ما لم تكن العاصمة مشاركة يبقى عامل الضعف بها. العاصمة هي المركز وهي مصدر القوة للمظاهرات. الجيل المتظاهر هذا هو مختلف عن الآخرين، لا يمكن احتواءه ولا يقنع بالوعود الكاذبة التي تطرح عليه. أنا أعتقد هذه المرة إذا استطاع المتظاهرين العبور إلى منطقة الخضراء ستكون نتائجه عكس ما كان يتوقعه عندما عبر المتظاهرين في المرات السابقة. عبر المتظاهرين وقسم منهم دخلوا مجلس النواب، لكن هذه المرة ستكون مختلفة، لأنه لا يوجد معمم مسيطر عليهم، لا يوجد سياسي يدعي أنه هو جزء من هذه المظاهرات. والغريب أنه جميع المسؤولين يخرجون ويقولون نرجو يجب الاستجابة لمطالب المتظاهرين. أنت مسؤول، يعني أنا لاحظت أنه كبار المسؤولين ورؤساء كتل يخرج على الحكومة أن تستجيب للمتظاهرين. يا سيدي، أنت جزء من المشكلة، والمتظاهرين خرجوا عنك وبسببك، أنت تجي تطالب بحقوقهم. هذه المظاهرات مختلفة، قيادتها غير معلومة، وهذا جزء من تخطيطها الدقيق. قيادة المظاهرات لحد الآن لم تعلن عن نفسها. ألا يخشى بأن يكون هناك يعني فئة قد تركب موجة التظاهرات للحصول على المكاسب السياسية؟ لا، لأنه رسمت لها استراتيجية وليس تكتيكية. اختفاء قيادات المظاهرات هو قضية تكتيكية. أما رسم سياسات المظاهرات، سياسة المظاهرات ومطالبها هي قضية استراتيجية. لا يمكن التكتيك، لا يمكن أن يضرب استراتيجي. مطالبة المتظاهرين إلغاء الطائفية. هذا سيطرة الأحزاب على الوظائف وعلى الحكومة وعلى غيرها. مطالب عامة. أنا الآن مناطق الموصل والرمادي وصلاح الدين تمثلني هذه المظاهرات. لماذا؟ لأنهم لم يطالب كهرباء للبصرة، هو طالب مظاهرات لكل العراقيين. فهناك سياسات استراتيجية واضحة، لا يمكن أحد، لا يسمح لأحد أن يركب الموجة. الآن دخل لي واحد منهم يقول هؤلاء أنا يلتقي بهم ويقود المظاهرات كما كانت المظاهرات السابقة عندما كانت التيار المدني في ساحة التحرير وكيف ركبوا الموجة. هذه المظاهرات مختلفة وهم يدركونها مختلفة.
أول ما رفعت شعارات أنه أحرقت صور خميني وخامنئي وأعلنت بكل صراحة موقفها من الأحزاب الطائفية والدينية. لهذا السبب. أما القيادات لم تعلن عن نفسها لأنها قضية تكتيكية. ولهذا السبب إذا عبرت عبر هؤلاء المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ستكون نتائجها مختلفة. نعم، أنتقل بسؤال إلى الأستاذ سعد الدغمان. أستاذ سعد، برأيك هل الحكومة قادرة على تحقيق شيء من مطالب المتظاهرين لتهدئة الشارع العراقي، أم أن هذه التظاهرات ستستمر وبزخم أكبر يوم بعد يوم؟ سيدي العزيز، لابد أن تستمر هذه المظاهرات ويزداد زخمها يوم عن يوم، حتى وإن قمعوها، حتى وإن هدأت أسبوع أو فترة محددة، ستعاود مرة أخرى تصاعد وتيرتها وتستمر، واستمراريتها معلومة. الشعب وعى ما يريد، وهذه النقطة الرئيسية، عرف أن هؤلاء لا يمثلون مسمى حكومة. هؤلاء عصابة تسيدت بفعل الدعم الإيراني والأمريكي وتسلطت على رقاب الشعب أجمع. الآن كما تفضل الأستاذ حسين وكلامه موزون، فعلا المظاهرات يعني تكتيك هذه المظاهرات أن قيادتها غير معلومة، لذلك هذا السر في استمراريتها بإذن الله، وستقوى يوم عن يوم. أما جانب أن الحكومة، جانب سؤالك الثاني، الحكومة ستكون قادرة على توفير، الحكومة خلال 15 سنة لم توفر هذه المطالب، وعاش احنا في جميع المحافظات هذه المأساة، في مؤسسة المياه الصالحة للشرب وخاصة في البصرة والجنوب، ونقص الكهرباء على تزويد المواطنين بالكهرباء بشكل مستمر كما بقية بلدان العالم. الكهرباء لا تمثل مشكلة أساسا لدى بقية دول العالم، لكن في العراق نتيجة هذا الفساد المستشري، نتيجة فساد ما يسمونها حكومة بشكل عام، أثر على هذا الجانب وعلى الجانب الخدمي، لذلك هم غير قادرين، ولن نوفروا. وأنا مسؤول عن كلامي، وهذا الكلام ذكرناه منذ سنين، غير من المستحيل أن يوفروا خدمات أو رفاهية إلى هذا الشعب المسكين. الآن الشعب وصل إلى هذه الجزية وفهمها والحمد لله، وعرف أن هؤلاء سواء المعمم منهم أو كما يقال الأفندي، لن يأتوا لخدمته أبدا، ولو كانوا كذلك لا وفروا مطالب الجماهير من السنة الأولى منذ أيام مجلس الحكم سيء الصيت وأيام البريمر. هم لم يأتوا بهم الأمريكان ليخدموا الشعب، لم يأتوا بهم ليخدموا العراق، وإنما ليدمروا، وحصلت هذه النقطة ووصلت. ونلاحظ محافظاتنا، أهلنا في الغربية دمرت مناطقهم وشتتوا ومهجرين منذ سنين دون فائدة، ودون أن تتمكن أو أن تضع الحكومة في ذهنها أو في برامجها أن تعيد أقلها المهجرين من أهالينا الذين يعيشون في الخيام. هذه حكومة بائسة فاشلة مفسدة، لا هم لها سوى خدمة مصالح الإيرانية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سعد الدغمان، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من البصرة. مشاهدينا، كشف الناشط مصطفى الصافي خطة قال إنه حصل عليها من داخل غرفة عمليات ميليشيا الحشد. هذه الخطة تقتضي قيام كل من عمار الحكيم ونور المالكي وهادي العامري بتجنيد آلاف من المسلحين وزجهم بملابس مدنية بين المتظاهرين من أجل تنفيذ عمليات حرق وسلب ونهب، بالتالي أيضا تشويه صورة التظاهرات. الناشط أكد أن هؤلاء القيادات تعاهدوا بإحراق كل شيء للوقوف ضد انتفاضة العراقيين التي باتت تهدد مكاسبهم السياسية. نتابع هذا المقتطف. المالكي وعمار الحكيم والعامري هادي وهيئة الحشد أعدوا خطة في حال صارت مظاهرات أو قريب تسقط بغداد. العامل دس 3000 واحد من الحشد الفضائي اللي يستلم بهم راتب، اللي على ضوها انقتل قاسم ضعيف، كاظم أبو أحمد الجابري آمر لواء الثامن سرايا عاشوراء بل بعيثة اللي تابع العمار الحكيم، اتعهد بأن يحرقون بغداد على رؤوسهم، وسيضرب صواريخ من المناطق السنية على الدولة وبعض الأماكن، لأن يقول دولة بعثية وما إلى شاكل ذلك. أنطيك هاي التقارير من اللب. دولة مدنيين 3000
مال هذه العامري ذولا مدنيين، يعني ينزلون بالمدني ينتشرون مع المتظاهرين، ذولا متهيئين للسرقات وللسلب لاعتبار ان هذه هي الثوره، هذه الانتفاضه سلابه. اكو ثلاث افواج تسمى الافواج الرئاسيه التابعه لرئاسه الجمهوريه. الفوج الاول اللي مسؤوله حامد ابو النور، الفوج الثاني ابو طه الحسن، والفوج الثالث راح يجيبوا لي اسمه. ذولا تابعين لرئاسه الجمهوريه، هم اساسا من عمار الحكيم، يعني كلهم تابعين العمار اللي قاعد يحمون الان الخضراء. ذولا ايضا عندهم مهمه لضرب المتظاهرين. هنا كل من يدعي عراقي ويدعي وطني من القيادات كلها، شعب عشائر سيد مقتدى غيره، اذا ما تبين موقفك سوف يحاسبكم التاريخ. وانا اعطيتكم هاي الخطه الان، اخذتها من هيئه الحشد مباشره، الخطه 3000 واحد مدني ذولا تابعين الى هادي العامري، ذولا مدنيين الان في بغداد جاهزين اي انتفاضه اي حركه شعبيه يدخلون بها يحرقون الاخضر واليابس. وكذلك تعهد بقمع الانتفاضه بكل شيء بالسلاح هو كاظم ابو احمد الجابري امر اللواء الثامن بالبعيثة تابع العمار الحكيم. خسئت انت وعمار، سوف يحاسبكم انت. اما المالكي، المالكي عند لواء من اقاربه ومن جماعته ومن ذيوله، ايضا هذا جاهز الى واجب بحرق كل شيء. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من هذه التغطيه التي نتحدث فيها عن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها العديد من المحافظات العراقية. أعود بالترحيب بك أستاذ حسين سبعاوي، سلام. الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا في الاستوديو، كما سينضم إلينا بعد قليل مشاهدينا الأستاذ مكي النزال من العاصمة الأردنية عمان. أستاذ حسين، يعني ما قاله الناشط مصطفى الصافي بأن هناك خطة ميليشاوية تعد من قبل قادة في الميليشيا من أجل زج عناصر مندسة بلباس مدني في التظاهرات للتخريب وحرق العديد من مؤسسات الدولة وما إلى هنالك، حتى يتم إدراج صفة التخريب على هذه التظاهرات ونفيها من صفة السلمية التي ينادي بها المتظاهرون، إلى أي مجال من الممكن في حال وجود هؤلاء المندسين ستدرج هذه المظاهرات، أو إلى أين ستذهب بالوجه الجديد الذي يجري في العراق؟ يعني من حيث المبدأ أنا لا أستبعد مثل هذا الفعل إذا ما المظاهرات بدأت في التصاعد. هذا ليس يعني غريبا ولم يفاجئني. هذا واحد. كلمة المندسين اللي تسبب لي الغثيان وتسبب لجميع المتظاهرين الغثيان، يعني كلمة الآن من المندس؟ ألم يتهموا المتظاهرين في بداية الأمر بأنهم هناك مندسين وكذا؟ والمندسين منين؟ عراقيين من الغربية طبعا، يعني عراقيين من صلاح الدين، من بغداد، ما ادري ايش، من المكون السني الاخر، يعني هذا يعتبر مندس. فقضيه كلمه المندسين نعم، ولكن من الذي يدس في المظاهرات؟ وفق هذا التقرير للسيد مصطفى الصافي، اذا هم من يزرع المندسين، وهم من يقوم بالاعمال الارهابيه والاعمال التخريبيه. شو واحد يتهم نفسه بنفسه؟ هل هناك برأيك هذه الاتهامات هل هي بداية لتبرير التعامل العنيف مع التظاهرات؟ جميع الأنظمة الدكتاتورية تتعامل هكذا مع المتظاهرين السلميين، مع المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية. جميع الأنظمة الدكتاتورية هذا هو تعامله، لديها خلايا نائمة، لديها شبيحة، لديها ميليشيات، لديها سميها ما شئت. وانتم تعرفون انه عالمنا المحيط بنا العربي منها سوريا وغيرها كيف تعاملوا مع المتظاهرين. نفس الاسلوب. هذا نظاما واحدا، نظاما دكتاتوريا، واضاف له الطائفيه، اضافه للدكتاتور تضاف له الطائفيه، فبالتالي تعامله هذا معلوم. لهذا السبب عندما نقول ان حقوق الانسان قضيه عالميه، لابد ان يتدخل المجتمع الدولي في حمايه المتظاهرين العراقيين من الانظمه الدكتاتوريه، هذه تصبح ضروره للمتظاهرين. لكن هل النظام الدولي سيحمي المتظاهرين؟ أنا من وجهة نظري أقول لا، بل العكس، النظام الدولي أطلق يد الدكتاتورين في قتل الشعوب. نعم، ما أنتقل إلى الأستاذ مكي النزال. أستاذ مكي،
اهلا بك مكي النزال، وسهلا بك الى هذه التغطيه. يعني الحديث يجرنا الى محاوله من العبادي لتعظيم دور الميليشيا في قمع التظاهرات، برايك الى اي مدى من الممكن ان يكون للميليشيا دور في المستقبل القريب في خطط قمع التظاهرات؟ كن واقعيين، الميليشيات قويه بسلطه القانون، بل وهي تتجاوز سلطة القانون لما فوق القانون، فيجب أن نجيش عشائرهم وذويهم أن يمنعوا أبنائهم من ارتكاب جرائم بحق إخوتهم العراقيين وإن كانوا هم مجرمين، حتى المجرم له عرف. أما النظام في بغداد فهو سيستخدم كل شيء على الإطلاق ويتعاون مع الشيطان لقمع هذه التظاهرات. لماذا؟ لأنها تظاهرات مختلفة بتوجهاتها، يعني بدأت بمطالبة بالكهرباء وكنا نراقب ونصمت الحقيقة، يعني كانت مطالبات متواضعة لأناس ذاقوا الحر في بلد حار وفي محافظات داخل. لكن مع تطور التظاهرات عرفنا أن الهدف النهائي لها هو بين قوسين وطني. نعم. وهذا الاصطلاح القاتل لقادة الاحتلال الجدد في بغداد. أن هم حقيقة ذيول الاحتلال وليسوا قادة، ولكن هم من بأيديهم زمام الأمور. نعم. يعني هؤلاء ما أن يسمع كلمة وطني حتى تتزلزل الأرض من تحته. ولقد نجح المتظاهرون بأن يتحركوا خطوة خطوة إلى أن وصلوا إلى هذا، وقالوا صراحة أنهم ليسوا من الفلانيين ولا من الفلانيين، ولن يسمحوا لأحد بأن يركب هذه الموجة. نعم. وبالتالي سيسلط عليهم النظام ميليشياته بكل تأكيد، وربما كما قال الأخ الصافي يدس، ولكن لماذا يدس وهو لديه ميليشيات بمئات الآلاف؟ لا أعلم. نعم أستاذ حسين، يعني هناك المتظاهرون اليوم يقومون ب حرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وأيضا يستهدفون صور لممثلي إيران في العراق. لماذا هذا الاستهداف لإيران؟ هل التظاهرات فعلا أو المتظاهرين يعني ملوا الدور الإيراني في العراق والتدخل الإيراني المتكرر والتحكم الإيراني في الشعب العراقي؟ هذه أهم رسالة في المظاهرات. نعم. هذه هي أكثر إزعاجا لحلفاء إيران، لأن يدركون أنه النفوذ الإيراني هو أكبر من نفوذ الحكومة في العراق. يدركون أنه حرق صور خميني وخامنئي معناها هو مواجهة مباشرة مع المسؤول الرئيسي عن الملف العراقي. هو يدرك أنه يعني، ولهذا سبب نقول هذه أهم رسالة في المظاهرات. هم يدركون حقيقة أنه النفوذ الإيراني هو أقوى من نفوذ الحكومة في العراق. وهو نفوذا سلبيا أدى لتقسيم المجتمع العراقي وتفتيت لحمته وتمزيقه، وجعل وميز هذا المجتمع، يعني بحيث أنه هناك مجتمع مسحوق وهناك أحزاب تعيش حالة من الترف بعدما كانت حالة من الفقر التي تعيشه. جعل من العراق حالة من الطبقية، وطبقية ليست اقتصادية بل طبقية حزبية وطبقية طائفية. ولهذا السبب هم جاءوا على من هو السبب الرئيسي في المشكلة. نعم أستاذ حسين، أرجو البقاء معنا. ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا أحمد منيف الناشط المدني من قلب تظاهرات واسط. أهلا بكم أحمد إلى هذه التغطية. لو تضعنا في مجريات التظاهرات الآن وما هي آخر المستجدات؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالتصحيح معكم أخوكم أمجد نايف إن شاء الله من محافظة واسط السود. حياكم الله. إن شاء الله أكثر رحمة. آخر التظاهرات في محافظة واسط طبعا مدة 10 أيام، أقامت في أول أيام مظاهرات في مدينة السود، وهي مظاهرات سلمية طبعا بالتأكيد، مطالبة بحقوق المواطنين
وقام محافظ واسط الحاج محمود ملا طلال وافق على بعض المطالبات للمظاهرين في محافظة واسط. أسمعك أمجد. نعم نعم، كم تقريبا أعداد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في التظاهرات؟ يعني اليوم خرجوا المظاهرات في محافظة واسط تعرف شيء قليل في محافظة واسط، لأن قام محافظ واسط الحاج ملا محمود ملا طلال بتحقيق بعض المطالبات في محافظة واسط، طبعا بعض المطالبات التي طالبوها المظاهرين في محافظة واسط. بنفس الوقت إذا نتحدث عن القوات الأمنية حبيبي أستاذ العزيز، الحمد لله والشكر، شوف من مدينة الصويرة إلى مدينة البشار الحمد لله والشكر، يعني الأمن والاستقرار والانتشار. يبدو أن قطع الاتصال بالناشط المدني أمجد منيف. أعود لك أستاذ حسين، يعني النفوذ الإيراني في التظاهرات، هل برأيك سيكون لإيران يد مباشرة في التعامل في التظاهرات الجارية الآن في العراق؟ يكفي وجود حلفائها في المنطقة وتكفي الميليشيات، هي بالعكس هي تستخدم الميليشيات العراقية في مشروعها، فلا يحتاج إلا محتاج بعض المستشارين كما احتاجهم بشار الأسد، بعض المستشارين وبعض القيادات نعم في توجيه في غرف العمليات كما يطلق عليه، اما هم ليسوا محتاجين لانه هناك ميليشيات تنفذ ما تريد ايران وهو يتباهى بها، وهو من رفع الصوره الخامنئي وهو من رفع هذا وهو مؤدلج لهذا الشيء، ولهذا انه الامر يعني استخدام القوه او دعشنه المتظاهرين واتهامهم باستخدام القوه والى اخره هذا امر اصبح مفضوح ويسبب الغثيان كما قلت لك، لأنه يدركون أن هؤلاء المتظاهرين لا يملكون سكينا لا يملكون ولم يخرج بها، ولكن أصحاب إرادة قوية أقوى من الصواريخ وأقوى من السلاح، بدليل أنه يقف أمام يعني القوات الأمنية وهو يضرب ويهان ولا يتزحزح. نقطة أخرى، ليس حجم المظاهرات هو الذي يسقط الحكومة أو هو الذي يؤثر عليه، بل نوع المظاهرات، لهذا جدا مهم أنه احنا نركز على النوعية، أن يعني أنه هذه المظاهرات بغض النظر عن أعدادها نوعية المظاهرات، الرجالات القائمين على هذه المظاهرات، النوعية الشبابية اللي موجودة، كل هذه هي مختلفة عن البقية، الأعداد مختلفة. ممكن باكر أنا أشوف يعني بكرة المالكي أو أي الحكومة تستطيع أن تخرج أعداد من المتظاهرين أكبر من هذا العدد، ولكن النوعية مختلفة. نعم، وقد أخرج بشار مظاهرات أكبر مظاهرات في دمشق، ولكن النوعية مختلفة. نعم، أنتقل إليك أستاذ مكي نزال، على الرغم من أن المرجعية لم تترك صلاة جمعة إلا وتحدثت فيها شأن السياسي، لافت في الموضوع المرجعية بذات نفسها لم تعلق على الأحداث الجارية في العراق، على الرغم من يعني أن التظاهرات دخلت في أسبوع الثاني من هذه الاحتجاجات بشكل عام، لماذا لم تتحدث المرجعية عن التظاهرات وبماذا يقرأ موقف المرجعية؟ المرجعية موقفها واضح الحقيقة، المرجعية مع النظام في بغداد وضد كل من يعادي هذا النظام، ولكنها محرجة الآن، يعني هي يقال أنها الأم أو الأخت الكبرى لكل حركات التحرر في العراق، ولكن في الحقيقة المرجعية هي أساس شرعنة الاحتلال في العراق وأساس وصول هؤلاء إلى السلطة. المرجعية موقفها واضح والمتظاهرون يعلمون ذلك، ولكن هناك نوع من اللعب على الحبال بين المتظاهرين والمرجعية، المتظاهرون لا يريدون أن يتجاوزوا كثيرا مع أنهم هتفوا قريبا جدا من المرجعية قبل أيام وقالوا باسم الدين باقونا الحرامية وقالوا لولا المرجعية ما انتخبنا السلسلية وما إلى ذلك. المتظاهرون يعون تماما من أوصل هؤلاء الفاسدين ومن رعاهم ومن أدام وجودهم في المنطقة الخضراء. المرجعية يد فاعلة للاحتلال في العراق، والمتظاهرون ضد المرجعية وأنا مسؤول عن كلامي، ولكن هناك ما لا يقال في الظرف الراهن، وخصوصا أن التظاهرات تسير بوتيرة متصاعدة تدريجية، وأعتقد أنها ذكية أو أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى
لهؤلاء الشباب أن يعرفوا كيف يتحركوا. أستاذ مكي، يعني هناك حديث عن أن العبادي بعد فترة قريبة من الممكن أن يعلن حالة الطوارئ في العراق من أجل محاولة إمساك ملف التظاهرات أو محاولة خمد هذه التظاهرات. ما الذي سيقدمه أو ستقدمه حالة الطوارئ في العراق الذي يعيش أساسا في حالة طوارئ منذ فترة طويلة جدا؟ يعني بالضبط، هو العراق في حالة طوارئ منذ سنين طويلة ولن يضيف ذلك شيئا. كل ما هنالك أن المواطن الذي لم يشترك في المظاهرات والذي هو ليس مع النظام سوف يتضرر أكثر بمنع تجوال وبإجراءات تعسفية وباعتقالات. يعني كل ما هنالك هو زيادة مصيبة جديدة على كاهل المواطن العراقي المثقل أساسا بمصائب هذا النظام والاحتلال الذي يدعمه. أستاذ مكي، هل برأيك يعني أن هذه النقاط أو مثلا حالة الطوارئ أو ما يصرح بها العبادي والمسؤولون في الميليشيا وأيضا ما يكشف من تسريبات، هل هي محاولة لتبرير التعامل الخشن الذي سيعامل به المواطن العراقي أو التظاهرات التي تخرج في العراق؟ صدقني هم لا ينظرون لك ولا لي ولا للمتظاهرين ولا للمرجعية ولا لأحد. هم ينظرون للغرب، هل سيتركهم الغرب يعيثون فسادا ويقتلون المتظاهرين أم سيأخذ على أيديهم ويوقفهم ويستطيع تغييرهم طبعا بخلال ربع ساعة. الآن الملفت في هذه التظاهرات أنها تغطى أجنبيا، يعني نحن لنا اتصالات في بعض الدول الأوروبية، معظم الصحف الكبيرة ووكالات الأنباء تتناقل أخبار هذه التظاهرات ومنع الإنترنت وقطع الإنترنت وما إلى ذلك، لنرى هل هذه التغطية الإعلامية مسيسة. طبعا هي أكيد هي مسيسة. المسيسة هل ستؤثر في موقف الغرب لكي يؤثر على الوضع في العراق؟ يعني لا نريد أن ندخل في التنظير الخالي من المعلومة، ولكن يعني هناك تصور عند كثير من العراقيين أن الغرب يريد أن يصنع تغييرا في العراق. المهم أن ليس هذا المهم، هو أن هؤلاء المتظاهرين يثبتون على موقفهم ويبقون على هذا الصوت العالي، وإذا تعرضوا للقتل لا بأس من المراوغة هنا وهناك، ولكن ليبينوا للعالم أن موقفهم ثابت، وهم أنفسهم الذين بينوا معارضتهم للنظام حينما لم يذهبوا لصناديق الاقتراع وكانت البصرة لها القدح المعلّى في هذا الموضوع، حيث كانت نسبة الانتخابات فيها بعد التزوير 9% فقط. نعم أستاذ مكي، أنتقل بسؤال إلى الأستاذ حسين. يعني العامري منذ عدة أيام حاول التودد للمتظاهرين والعبادي أيضا قال بأنه يمد يده للمتظاهرين، هذا الوجه من التعامل أو طريقة التعامل مع التظاهرات وخطب ود الشارع العراقي، هل يجدي ذلك مع المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة؟ يعني هو ما قام بالتودد لولا يدرك خطورته. نعم، يعني هذه كما يعني قلنا مفارقة بيد يقوم بضرب المتظاهرين وأيضا بالتأكيد يخطب ود المتظاهرين. يعني كل نظام وخصوصا نظام الدكتاتوري، اتكلم عن العربي، هو يقمع اي متظاهر، واحيانا ما تستخدم العصا والجزره، لكن هي ليست جزره، هي بلاستيك، ليست جزره حقيقيه لا تؤكل لان لا توجد حقائق فيها. انا اعتقد انه السيد هادي العامري والعبادي، هذه المشكله اللي موجوده الان هي ليست مسؤوليه العبادي فقط، يريد أن يقول أنه العبادي لم يحقق هذا وأنا في ممكن أن أكون رئيس وزراء وأكون الأفضل، تعرف هذا القضية بيناتهم. هذه المشكلة في العراق ليست في ولاية العبادي، بل هي من 2003 إلى الآن والعبادي واحد من هذه المنظومة، بل كان سلفه أسوأ وأشد على العراقيين. هناك صراع تنافس سياسي كان في البداية يتوقعون أنه ركوب الموجة وتسقيط العبادي وصعود نجم هادي العامري للاستيلاء أو الحصول على رئاسة الوزراء، كان يتوقعوا هكذا،
ولكن المتظاهرين جابوا يعني كانت الإجابة واضحة أنه أنتم جميعا جزء من المشكلة ولا نتعامل معكم. أنتم جميعا مرفوضين، أنتم جميعا لا نقبل أن تكونوا جزء من الحل. لا يمكن لشخص أن يكون هو المسؤول، هو جزء من المشكلة ويريد أن يكون هو الحاكم وهو جزء من الحل. برأيك إلى أين تمضي هذه التظاهرات؟ هذه التظاهرات لو عادت الآن إلى بيوتها هي حققت هدف ووصلت رسالتها القوية، لو عادت الآن. ولكن أنا أعتقد هذه المظاهرات ستستمر وتدخل في منعطفات وتدخل أيضا في تكتيكات جديدة، لكن يبقى عامل الدعم الدولي لها ضروري. أنا لا أتكلم عن الدعم، هم طبعا يضوجون هذا التدخل بالسيادة العراقية هم حسب رأيهم، ولكن ضرورة تدخل المنظمات الدولية لدعم المتظاهرين العراقيين وحمايتهم والضغط على الحكومة العراقية، لأنهم يدركون أنه هو مشكلته مع الحكومة، والحكومة هي صاحبة القرار وهي تمتلك المؤسسات الصلبة. فإن لم يكن هناك دعما من قبل المجتمع الدولي للمتظاهرين العراقيين فأكيد هي ستتقهقر، ولكن رسالتها وصلت وأهدافها تحققت نسبة كبيرة منها، ولكن هناك جولات تستمر. أهم هذه الرسالة أننا لسنا طائفين ولا نقبل بكم. هذه الرسالة أهم ما بها أن إيران هي عدو وليست حليف. نعم، وبأن هذه التظاهرات أيضا يبدو أنها دخلت وتمثل جميع العراقيين. نعم. ولا تستهدف مكون ضد مكون، والمكون السني اليوم يقول أن هذه المظاهرات تمثلني. نعم، بخروج الكهرباء تمثلنا كنا، بخروج والماء يمثلنا كنا، والخدمات تمثلنا كنا، وليكن يخرج بها من يخرج بهذه المظاهرات وهي تمثلنا جميعا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم على في الاستوديو، ويسعدني مشاهدينا أن أشكر الأستاذ مكي نزال الكاتب والمحلل السياسي أيضا كان معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، نلتقي بكم في أمان الله وفي رعايته.